جيل جيل لعب في منتخب مصر يا كابتن من وجهة نظرك؟ في ثلاث اجيال لازم ولا كلمه نتكلم فيهم. جيل 90، عايز جيل واحد بس. ما انت هتكلمني على، شوف زي ما بنحط التشكيله ويقول لك حط لي افضل 11 لعيب في تاريخ الكره المصريه. كتير قوي يعني، كتير في بوزيشن واحد تلاقي سبعة تمانية كلهم احسن من بعض. لكن انا بكلمك في ان كلهم فعلا سابوا بصمه كبيره جدا، وكان مشوار كبير جدا جدا وتاريخ مش ممكن اي حد ينساه. جيل 90 وطبعا كابتن جوهري، وجيل و98 ما ننساش في كاس الامم كابتن جوهري كاس الامم، ولما حد لما رحنا هناك وكان متصور وبعت رساله وقال في تصريحه ان احنا رايحين ناخد مركز متاخر خالص، احنا مش عايزين ناخد البطوله، وخد 13. البطوله. كان جيل قوي جدا والجيل كابتن حسن شحاته ده الجيل العظيم دوت اللي كان المفروض طبيعي 6 8 10 كان المفروض يوصل كاس عالم. فطبعا دي اجيال كبيره جدا. لو صنفتهم يا كابتن اول تاني تالت ممكن تقول لي؟ هقول لك اول تاني تالت، هقول لك اول 90. ليه؟ لان كانت الامكانيات والظروف كانت اصعب شويه من من الاجيال بعد كده. لما وصلت ل 98 ووصلت بعد كده ل 6 و8 و10، بالرغم ان 6 و8 و10 احنا بنتكلم في 90 ده كاس عالم. كاس عالم ده خلاص انت وصلت الحلم الاكبر او البطوله الاكبر ان انت توصل كاس عالم. واتنين مين؟ واتنين انت بتتكلم في الوقت نفسه في 98، وبعدين بتتكلم بعد كده في 6 و8 و10. يعني هرقم رقمهم بالتاريخ، بالتاريخ نفسه، لان انا بتكلم في جزئيه ان الظروف والامكانيات كانت اقل.